ايه رأي حضرتك يعني اجراءات يتم تطبيقها على ارض الواقع فيما يتعلق بالدوري المصري المفروض نبدأ بإيه؟ طب هو هنا لازم اتحاد الكرة هو المسؤول طبعا مع رابطة الأندية ووزارة الرياضة كمان، نقدر ان احنا يبقى في خطوات حقيقية من إدارة، تكون يعني في إدارة اسمها إدارة النزاهة موجودة في الاتحادات، ما اعتقدش ان هي موجودة عندنا، بيبقى دورها ان هم يتابعوا. إدارة النزاهة دي بتعمل ايه بقى؟ بتتابع كل المباريات اللي موجودة مش بس في الدرجة الأولى، لأن انتوا فاكرين ان هو مثلا دوري ممتاز بس هو اللي بيتم المراهنة عليه، ده ممكن بيراهن على الدوري الدرجة الرابعة. وهنا ده بيبقى فيه أسهل كمان طبعا، الناس اللي ممكن بيكونوا شغالين مع الشركات دي بيتواصلوا مع اللاعبين طبعا، سهل الوصول للعيبة وسهل وسهل مبالغ الوصول بسيطة، للقائمة ويبقى طبعا الناس ممكن يكون تاخد المبلغ ده ويقدر ان هو يعمل حاجة، ومش شرط ان هو يخسر فرقته، هو ممكن يطلب منه ان يطلع كرة اوت في وقت معين عشان بس يراهن على حاجه، فيقول لك اه اوكي هاخد مثلا 10,000 جنيه واطلع كرة اوت، مش مشكله ضميره مرتاح يعني، طلعت مش الكرة حاجة اوت مره ما اذتش الفرقه يعني. اه احنا ده برضو لازم يعني لازم نفهم الموضوع فين عشان نقدر نواجهه ازاي. وبالتالي الجزء هو اتحاد الكوره لازم يبقى اولا في شقين في الموضوع ده، في مراهنات ممكن بتؤدي لتلاعب في النتائج، وده هنا لازم بيراقبوا اتحاد الكوره، ولازم يبقى في عقوبات على الناس اللي بيتم ثبوت تورطها في هذا الموضوع علشان نقدر ان احنا نرضى ان يبقى في تلاعب في نتائج المباريات. وفي جزء تاني في المراهنات، هما الناس بتراهن مفيش مشكله مفيش تلاعب، وهنا ده عشان تقدري تمنعيه صعب، لان الناس بيبقوا شغالين دلوقتي شركات اونلاين، صعب ان انت تمنعيه. فهنا بده جزء تاني لازم بقى ان احنا التوعيه، يبقى النوع الاول اللي هو بيغير نتيجه الماتش كله يعني، او يحصل اي يعني تواصل مباشر يخسر عشان يخسر عشان او يعمل اي تلاعب او اي حاجه، ان هو طالما ان التقاضى لاعب فلوس عشان يعمل حاجه معينه في المباراه، فهنا ده في كده خطأ من اللاعبين او المدربين او كده، وبالتالي ممكن يتم معاقبه الاطراف اللي يكونوا متورطين في هذا الموضوع. ده بيتم ازاي؟ بيتم من خلال اداره تكون موجوده جوه الاتحاد، الاتحاد يقدر يتعاقد مع الجهات المتخصصه اللي بتراقب البيتنج بقى، شركات البيتنج العالميه اللي انت تلاقيها في شرق اسيا وفي اوروبا، فانت ده ازاي يشوف هل في حاجه موجود المراهنه ينور لك يقول لك خلي بالك في حاجه في المباراه دي كان غير مراهنه غير طبيعيه، فيبتدي الاتحاد يحقق مع الموضوع ده. يمكن حصل في دوريات حتى عربيه وحققوا، ويمكن في انديه تم هبوطها، لو تفكري يوفنتوس هبوطوا يمكن لدوري درجه ثانيه وانديه ثانيه في دول ثانيه، كان نوع من العقاب، كان نوع من العقاب. فلما بيلاقي ان في عقاب وفي تحقيق، لكن احنا هنا بنلاقي ممكن ايه، تتفرج على اخر مباراه في الدوري المصري مثلا تلاقي بيبقى معروف كده احنا ده بيظبط النتيجه مع ده، وبعد كده هل في عقاب؟ لا مفيش عقاب، ومن هنا بيبقى في مشكله، وتلاقي الكلام قصاد بعض يعني. ويطلعوا بعد كده يحكوا ده من 3 سنين كان حصل الموقف الفلاني، وتلاقي زي ما تقولوا زي ما الاستاذ ابراهيم نسي يمكن قال ان مفيش حد بيتحرك. وبالتالي التحرك هنا لازم يكون من خلال الرقابه، واحد، اتنين، اتخاذ الاجراءات والعقوبات ضد الاطراف المتورطين، مع طبعا وضع اللوائح اللي موجوده، ويمكن اللوائح موجوده بس هي الفكره في التطبيق اكتر ما هي عدم وجود لوائح بالنسبة للعقوبات اللي ممكن تكون يتم تطبيقها. ممتاز.